السن ديال الشباب وما يكونش عنده امراض يمكن يدير واحد الحاله ديال المرض اللي ما فيهاش الاعراض ولا فيها قليل من الاعراض بحيث انه هو يمكن ما يعرفش راسو راه حامل الفيروس ولكن كيكون معلم وقع هو ما عندوش الاعراض ويمكن تنقول مره اخرى يمكن يكون عارف راسو انه حامل الفيروس ولكن كيكون قادر انه ينشر الفيروس وانه يكون العدوى طبيعة الحال هذا الشخص إذا كان المحيط ديالو واحد الناس اللي في السن المتقدمة اللي عندهم هاد الأمراض المزمنة اللي تكلمنا عليهم يمكن يخليهم العدوى طبيعة الحال راه غير قصد لأن إذا كانوا عايشين مع الدار ديالهم غاديش يبقاو هو في الدار ديالو 24 ساعة على 24 وما غايكونش التباعد الجسدي اللي كيحتاطوا به الناس وكيديروا على برا هنا تيولي الإمكانية ديال الانتشار ديال العدوى لهاد الناس كاين بعض الناس اللي ما كتكونش عندهم الأعراض ولكن كيكونوا في واحد الحالة اللي غنسميوها حنا قبل بداية الأعراض ولا بالفرنسية لي بخي سيمبتوماتيك هذا شنو تيوقع ليهم بعد أيام قليلة يمكن تبان عليهم الأعراض ولكن في الأيام اللي مازال ما بانش فيها الأعراض هما يمكن يكونوا يعانيوا الناس الآخرين يمكن ينقلوا العدوى للناس الآخرين إذا بغينا نقصوا هذا الشيء كامل سنعرفوا بأن كاين واحد الفئة ديال المواطنين ديال الناس اللي بحكم تقدم في السن بحكم الأمراض المزمنة اللي غتكون عندهم بحكم ضعف ديال المناعة ديالهم كيكونوا متعرضين أنهم يديروا واحد الحالات حرجة ديال هذا المرض وهذه الحالات الحرجة تزاد عاود الصعوبة ديال العلاج ديالها والتعامل معها إذا كان الإنسان غادي يوصل للمستشفى بعد أيام من الأعراض وللأسف هذا الإنسان كيبان ليه الأعراض في الأول خفيفة بيسحب راه شي حاجة اللي غادي تدوز ما غاديش تأثر عليه وللأسف دائما في النهاية ديال الأسبوع الأول ولا في أيام 10 أيام بعد ما بدات الأعراض يمكن تجي الحالة الخطيرة ديال الساعة وتولي الإنسان دخل الإنعاش وفي حالة كبيرة صنعتوا بأن تنتكلموا على مرض فيروسي مرض فيروسي ما عندوش المضادات الحيوية ديالو ماشي هذه واحد الرطومة اللي غنعطوها لي زونتيبيوتيك المضادات الحيوية وغادي يتعافى الإنسان كنهضروا على واحد المرض اللي فاش تيجي تنوليو تنعالجوا المضاعفات ديالو وتنعالجوا هذاك الشيء اللي كيسبب في الدم ديال الانسان وهنا كيصعب العلاج ديال الامراض اللي كيوصلوا لواحد الحاله متقدمه لان كانت الاعراض مبانة اذا الى واحد بطبيعه الحال هو الناس اللي تكلمنا عليهم عندهم اما السن المتقدم ولا الامراض المزمنه وضعف المناعه هما اللي غيديروا هذه الحالات الخارجه ماشي وحدهم كما قلنا الى واحد النسبه قليله ديال بعض الناس اللي ما عندهمش الامراض ويمكن يديروا حالات خارجه ولكن اللي يمكن ينقل العدوى هو الانسان اللي يمكن ما تبانش فيه حتى شي اعراض اذا خص يكون دائما الاحتراز ويكون التصريح ديال وسائل الوقايه عند الجميع لان واخا انا ما غنديرش واحد الحاله خارجه ممكن ينزل عليا شي ولكن يمكن نعالج في المحيط ديالي عن قصد بطبيعه الحال غيكون مع غير قصد ولكني ولا تنعرفوا ولا ما تنعرفوش كاع اللي تلاقيت به واحد ماشي بالضروره في المنزل ولا يمكن يكون في العمل ولا يكون في واحد في نطاق اخر وممكن نقلي ديك الساعه على كان واحد السؤال اخر على لو بيك دو لا بانديمي لو بيك دو لا بانديمي تحت ما تعرفوا بان الحالات يمكن انها تبقى تتزاد وفاش تنبداو نشوفوا ان الحاله تتناقص نعرفوا بان زمان بفيرسون لاخر ديال لاكور زمان البلاصه اللي بدات فيها الحاله تتنقص ولكن للاسف كما جاء على لسان السيد الوزير هذا الاسابيع الاخرى تنشوفوا بان وتيره ديال الحالات تتقاطع ومازال ما كيبانيناش بان راه وصلنا للتسقيط ديال الحالات باش نعاودوا نشوفوا النقص ديال الحالات اللي غيبانت اذا هذا في تنهضروا على واحد المرض اللي خص
خصنا نكونوا كما قال السيد الوزير محتاطين في التعامل ديالو معاه لان يمكن يتزادوا الحالات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.